فيديو النهاردة بإذن الله هنستكمل كلامنا عن الـ ECG. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أينتهوفن تريانجل وكل الليدز بايبولر يونيبولر أوجمانتد يونيبولر ليدز. اتكلمنا عن إزاي بنسجل كل ويف كل انترفل كل سيجمنت والمقارنة بين الاتريا والفنتريكل في الاندوكارديوم والإيبي كارديوم، ونهينا كلامنا بالأكسس إزاي بيترسم وإزاي بيبقى ديفييتد to the right and to the left. النهاردة هنتكلم عن الأبنورمال أريزميا، اللخبطة في ضربات القلب، إزاي يبقى في مشكلة في الرسمة. في البداية عايزين نعمل classification، تصنيف للأريزميا. الأريزميا دي قد تكون عنوان من اتنين، دول التايتلز الأساسية، يا إما disturbed impulse formation، في مشكلة في الإمبلس اللي خارجة من الـ SA node من الساينس، موجود الـ SA node بس عنده مشكلة هنشرحها دلوقتي، أو قد يكون فوكس أخرى بؤرة أخرى موجودة قررت تكون هي البيس ميكر. اكتوبيك فوكس، كلمة اكتوبيك معناها جوه الهارت ولكن غريب، يصدر منها امبلس ابنورمال. يعني اجي اقول لك اي في نود، هل الامبلس تبدا منها؟ تقول لي لا، ده تابع للاس اي نود. طب ازاي بدات منها؟ طب ده غريب. او بدات الكهرباء من السبتم، او بدات من الوول سواء اتريوم او فنتريكل. في كل الاحوال ده غريب انه يحصل. طب الاكتوبيك ده بيتس الدقات دي لو جوه الاتريوم، انا عندي احتمالين: بريماتيور اتريال كونتراكشن، وكلمه بريماتيور يعني جت الضربه قبل ميعادها، او بريماتيور نودال كونتراكشن، ممكن تيجي في النود. طب لو جت في الفنتريكل هسميها بريماتيور فنتريكل كونتراكشن. الاختصارات العالمية PVC ده مهم قوي. طيب ممكن تبقى الاكتوبيك تاكي كارديا، والتاكي كارديا دي يعني زيادة في الضربات قوي. هتقولي طب ايه الفرق بين الاتنين؟ في الاكتوبيك بيتس ممكن جت فوكس مرة واحدة وخلاص، مرة واحدة حسيت بضربات قلبك ان روحك بتتخطف منك مرة واحدة وخلاص، تمام؟ اما تاكي كارديا زياده في العدد، يبقى انا عندي مش مره واحده، حاجه مستمره. فهنا بقول في الاتريوم هناك ثلاث احتمالات. بي اي تي، البي المره دي مش بريماتيور، لا ده اختصار لكلمه باروكسيزمال اتريال تاكي كارديا. خلي بالك باروكسيزمال معناها التاكس او نوبات، يعني انا بيجيلي ازمات متكرره. مريض يقول لك حسيت بضربات قلبي من شهر اللي فات ومن شهرين قبله، حاجه متكرره. فلاتر وفايبريليشن، وهنعمل ما بينهم مقارنات، احنا لسه في بدايه عرض الكلاسيفيكيشن. التاكي كارديا في الفنتريكل احتمال من اتنين، يا باروكسيزمال برضو فينتريكولار في تاكيكارديا تي، او فينتريكولار فايبريليش. يعني هو ده البدايه بتاعتنا والتقسيمه. قد يكون المشكله في الكوندكشن، في التوصيل، ما بنوصلش خالص، نو يبقى اس اي بلوك، الاس اي نود فشلت انها تبعت امبلس، او بتبعته بس ما بيوصلش، يعني اما ما بتطلعوش اصلا يا اما بعتته بس ما بيوصلش، او شورت امبلس كوندكشن، عندك وصله سريعه. يعني وصله سريعه؟ كلنا عارفين ايه في نود الى السبتم، لا ده انت عندك مجموعه من الفايبرز اقرب للسبتم من الاي في نود، وهنقول ايه هما النهارده.
واسم المرض وولف دبليو بي باركنسونيان دبليو وايت سندروم، وولف باركنسونيان وايت سندروم. او قد يكون النقل بطيء جدا، يعني في طول في الكوندكشن، الكوندكشن تطول قوي، اي في بلوك، ودي هنقولها بثلاث درجات، وبندل برانش بلوك. طبعا ده الكلاسيفيكيشن الاساسي. ثم هنختم كلامنا بالإفكت اوف الايونز على الاي سي جي. نبدا البدايه بالساينس اريزميا والمقارنه ما بين ثلاث انواع. لو اول ما تقراها كده هتقول لي ساينس ده ساينو اتريال. المشكله ان الاس اي نود بيضرب زياده، ساينس تاكي كارديا، ده الاحتمال الاولاني، هارت ريت اباف 100 بيت بير مينيت. خلي بالك ان النورمال فايرنج من 60 الى 100، طبعا الكتب تقول 60 الى 90، اقصى حاجه 100 ده في العادي. لو فوق 100 تاكي كارديا، وقلنا قبل كده في النظري تاكي يعني سريع وكارديا قلب. طب ايه اسباب زياده العدد؟ اول نقطه سيمباثيك، شرحناها في المايند مابس في اول فيديو، قلنا السيمباثيك بيسرع وصول الاس اي نود للفايرنج ليفل، انه بيفتح الصوديوم والكالسيوم، الفاني صوديوم تشانلز والفولتج جيتد كالسيوم تشانلز، اتكلمنا في الكلام ده تمام، وقلنا انه بيقفل بوتاسيوم تشانلز. تاني نقطه، قد يكون التاكي كارديا كرد فعل ان ضغط الدم قل. لما البلد بريشر بيقل ما بيشتغلش البارو ريسبتورز. البارو ريسبتور مستقبلات موجوده في الاورتيك ارش وكاروتيد ساينس، متخصصه اساسا لما الضغط يعلى علشان توقف مكان في المظله اسمه فازو موتور سنتر. فازو موتور يعني بيضيق الفيسل فيعلي الضغط. طب ما هو الضغط عالي، فالريسبتور ده يبعت اشارات يوقفه، ده العادي لما الضغط يزيد. طب لما الضغط يقل، البارو ريسبتور شغلها بيقل، فما توقفش الفازو موتور سنتر، ما توقفوش، فالفازو موتور سنتر يشتغل. ده في حاجة كمان، ان البارو ريسبتور دايما بتشغل الكاردياك انهيبيتوري سنتر، دايما بتشغل الكاردياك انهيبيتوري، لان لما الهارت يقلل من شغله يعني ضربات هتقل فضغط الدم هيقل. طب دلوقتي الضغط اساسا قليل، يبقى معنى هذا الكلام هنبتدي نعكس الحكاية، فلازم يزيد ضربات القلب، دي مهمة قوي، مش هيشتغل الكاردياك انهيبيتوري سنتر. نيجي لرقم ثلاثة، هايبر ثايرويدزم. هتعرفوا معايا في سنة ثالثة ان الثايرويد او الغدة الدرقية في الرقبة بتفرز هرمون التي 3 و التي 4. الهرمونز دول بيخلوا الكاتيكولامينز سواء ادرينالين او نور ادرينالين ان يمسك في البيتا 1 ريسبتور على القلب بكفاءه. والبيتا 1 ريسبتور معروفه انها اكسايتاتوري، هتزود السايكليك اي ام بي جوه الهارت، وفي النهايه سيزداد قوة الكونتراكشن. يبقى ده أسباب ليه الهارت ريت زاد. سبب الرابع فيفر، السخونية الحرارة العالية بتزود الميتابوليك اكتيفيتي. لو تفتكر لما شرحنا الاس اي نوت فايرنج، من ضمن الفاكتورز اللي بتزود شغله زيادة درجة الحرارة تخليه ميتابوليكالي اكتيف فيزود ضرباته. العكس، ساينس برادي كارديا اقل من 60 بيت بير مينيت. بص بقى كل نقطه
عكس اللي فات سمباثيتك عكسها فيجس. اما ريجوليشن اوف لو بلاد بريشر يبقى العكس طبعا دي هاي بلاد بريشر. هايبر يبقى هايبو ثايرويدز. فيفر لا بيتا بلوكرز. ليه؟ لان انا لو اديت ادويه تمنع البيتا ريسبتور انه يستقبل الكاتيكولامينز في النهايه الضغط ده لابد ان هو يقل، ضربات القلب تقل فالضغط يقل. على فكره في علاقه بين الهارت ريت والبلاد بريشر. لو ضربنا الهارت ريت ده مهم قوي تايمز الكارد يعني الستروك فوليوم هيديني حاجه مهمه كاردياك اوتبوت. طب الكاردياك اوتبوت ضربناه في التوتال بيريفرال ريزيستنس هيديني ضغط الدم. نيجي بقى للريسبيراتوري ساينس اريزميا. عايز اقول لك معلومه مهمه قوي، مع الانسبيريشن التنفس هيزيد الهارت ريت، هيزيد الهارت ريت خلي بالك، ومع الاكسبيريشن هيقل. عايز اقول معلومه نخلي بالنا منها، مع الانسبيريشن الاسترتش ريسبتور اللي في اللنج بتشتغل، مع النفس تبتدي الاسترتش دي تشتغل تبعت اشاره للكاردياك انهيبيتوري سنتر اللي موجود في المظله، تبعت له الاشاره ليه؟ عشان تقلل من شغله. كاردياك انهيبيتوري بيقلل ضربات القلب عن طريق الفيجاس او فيجال تون. كلمه تون يعني الفيجاس شغال طول الوقت يقلل ضربات القلب من 110 الى 70، فانا هقلل من شغله وبالتالي ما دام قل شغله هيزداد الهارت ريت. ده العادي فينا كلنا. طيب بص بقى في النورمال العادي، نورمال ساينس تاكي كارديا شيء طبيعي، الكاردياك سايكل قصيره. طالب يقول لي يعني ايه؟ قول له لما تيجي تعمل العملي شوف ورقه الاي سي جي هتلاقي المسافه ما بين الار والار اللي بعدها في السايكل هتلاقي المسافه قصرت لان في زياده في العدد، لكن المسافه تطول مع طبعا تقول لي مع البرادي كارديا تلاقي ار وار ايه ده؟ ايه المسافه الكبيره دي؟ وفي فيديو عملي عملته هنا في القناه ازاي نحسب الهارت ريت. هارت ريت ده لكذا طريقه لقياسه سواء ريجولر ريزم او الريجولر غير منتظم. طب تعالى نتكلم عن الريسبيراتوري ساينس اريزميا. في الانسبيريشن هلاقي شورت سايكل لان الهارت ريت زياده زي الساينس تاكي كارديا والعكس مع الاكسبيريشن. دلوقتي احنا اتكلمنا على اول جزء ساينس اريزميا، عايز اتكلم على الجزء الثاني الاكتوبيك فوكس. فاكر التقسيمه اكتوبيك بيتس واكتوبيك تاكيكارديا، والبيتس اتريوم وفنتريكل والتاكيكارديا اتريوم وفنتريكل والاحتمالات. قبل ما نتكلم على الامراض دي لازم في البدايه اعرف وات از اكتوبيك، فانا عملتها لكم بشكل بسيط، كبرت الدبليو قوي عشان اقول لك انا هسال اربع اسئله تبدا بحرف الدبليو. وات از اكتوبيك ده السؤال الاول، تقول لي سترونج ستيمولس، ستيمولس اقوى من العادي يبقى ده وات، ايه هو؟ السؤال الثاني بحرف الدبليو وير، يا ترى مكانه فين؟ سبتم او ايفينود او وول. واي ليه الهارت استجاب للاكتوبيك فوكس؟ علما ان عنده فتره اسمها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. الفتره دي الاستجابه لاي ستيمولس مهما كانت قوته تساوي زيرو. طب ما هو الاكتوبيك عارف كده، علشان كده ما جاش في الفتره دي. امال جه امتى؟ بعد انتهاء الاي ار بي وبدايه الريلاتيف ريفراكتوري بيريود. ده امتى؟ طب هو ليه الهارت استجاب اليه؟ لانه منع شغل الاس اي نود. خلي بالك الاس اي نود
ليه هي البيس ميكر الاكثر عددا الاسرع وصولا الى الفايرنج ليفل الاعلى سلوب؟ فاكر الكلام ده كله احنا قلناه، اللو امبليتيود، الشروط الاربعه للبيس ميكر. انا قدرت احققها اكثر كفاءه من الاس نود، وهنقول ازاي بقى هو اكثر عددا منه. الكلام ده هنشرحه ان شاء الله. فهو لغى الاس نود ولغى سيطرته، علشان كده سميناه اوفر درايف سبريشن. انا اللي عملت قياده للعلاقه ما بيننا، وقفتك. طيب امتى الهارت استجاب اليه؟ اهي عندما ينتهي الاي ار بي ويبدا الار ار بي. وهنا بقى تعالى نشرح الفكره. الدايره دي هي البدايه، بدايه ظهور الاكتوبيك. الاكتوبيك دايما بيظهر مع حدوث اسكيميا. خلي بالك الاسكيميا او نقص البلاد فلو مش هو سبب الاكتوبيك، ولكن الاكتوبيك اسوشيتد ويز. لقينا ان كل ما يبقى فيه اسكيميا في الوول او سبتم يظهر الاكتوبيك. طيب الاكتوبيك بيظهر في الوول، تعال افكرك بحاجه، نقل الكهرباء في الوول او المصل بيبقى بطيء جدا، from cell to cell بطيء، بعكس البركينجي النقل سريع بالجاب جونكشنز. طيب وما دام النقل بطيء، نقول حاجه، انا بدات الكهرباء يبقى ليا اكشن بوتنشال، مصاحب للاكشن بوتنشال انه يظهر معاه اي ار بي. طب النقل بطيء، هل الاي ار بي يفضل مستمر معاك؟ لا، ده ليه مده زمنيه معينه. الاي ار بي عامل زي البودي جارد اللي بيحميك، بيحميك وليه مده معينه لشغله. فالاي ار بي خلاص قال لك انا شغلي انتهى، شغلي انتهى هنا. فالامبلس عملت ايه؟ لفت ورجعت لنقطه بدايتها تاني. طب لفت ورجعت معناه ان الامبلس القديمه بترجع زائد الامبلس الجديده اللي هتنزل. يعني اعتبر الدايره اللي فوق المكتوب عليها البدايه هو مصدر الشحنات، طلعت شحنه ولكن ما كملتش لتحت. وعرفنا ليه، رجعت ولفت تاني لنفس المصدر، والمصدر طلع شحنه تانيه مع القديمه، الجديده مع القديمه، وبرضه خلص الاي ار بي ولف ورجع وخرجنا ثلاثة. دكتور انت عايز توصلنا لايه؟ اوصلك ان الاكتوبيك فوكس في حقيقة الامر بيطلع 90 ضربة، لكن كل ضربة بتزيد او كأنها ثلاثة. يعني انا في الواقع هما 90 او 100 دقة منفصلة، لكن في ظاهرة اسمها ري انتري. ار اي معناها عودة، وانتري معناها يدخل مرة تانية، إعادة الدخول لنفس المصدر مرة أخرى. رجعت لك تاني، دايرة مغلقة ري انتر. فالري انتري هو اللي زود العدد، لأن طلبة كتيرة مش فاهمة إيه علاقة الري انتري بالإكتوبيك. ما هو الإكتوبيك 300 دقة، نقول مثلا 300 دول جم منين؟ هل يا ترى الفوكس ده طلع ال 300 دقة مرة واحدة؟ لا، ده اتأخر لغاية لما كونهم. فإذا الموضوع دايرة مغلقة، خلي بالك منها. وفي حاجة مهمة جدا، هل يا ترى الإمبلس لازم ترجع لمكان بدايتها؟ هقول لك أيوة. ليه؟ لأن احنا خدنا زمان في المدرسة، خلي بالك ان اي كهرباء تحب تمشي في كلوزد سيركت. تقول لي طيب ليه في النورمال ده ما حصلش معانا؟ هقول لك في الطبيعي انت عندك الاس اي نود مش جوه الوول اوف ذا رايت اتري، هي جنبه، فاذا مفيش البطء الشديد في الكوندكشن ده من البدايه. الحاجه التانيه،
ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريود المصاحب للاس اي نود بيبقى واخد فتره الزمنيه العاديه بتاعته فمغطي الكوندكشن. كل ما الامبلس حاول ترجع بالعكس يقول لها لا لازم تكملي لتحت للاي في نود. يبقى اذا الموضوع مؤمن كويس جدا بالكوندكشن من البدايه، والاي ار بي ليه مده كافيه مع الكوندكشن زي الرئيس ماشي في موكب والبودي جاردات بتحرسه لغايه لما يوصل للمكان اللي هو عاوزه وهو ماشي بسرعه المناسبه مع وقتهم لحمايته. هو ده اللي عايزين نقوله، فده الري انتري او سيركس موفمنت. طب قبل ما نخلص النقطه دي، على فكره الامبلس ليها مطلق الحريه تلف وترجع، ده اختيار الاول، والتاني تقول لك انا هنزل لتحت للاي في نود، والتالت ده انا ممكن اطلع لفوق، بتتحرك بشكل عشوائي. طب هذه الحركة العشوائية مرتبطة بإيه؟ بعدد الإكتوبيك فوكس. أيوة عدد، ما هو قد أكون فوكس واحدة أو أكتر من واحدة. طب ظاهرة الري إنتري ممكن تبقى في الإتريوم واحدة أو أكتر من واحدة، بمعنى عندي إكتوبيك فوكس واحدة اللي هو اللي احنا شرحناه، واحدة في الإتري تعمل لي فلتر اللي انا قلت لك هنشرحه، او اكتر من واحده تعمل لي رعشه في جدار الاتريوم فايبريليشن. نفس الكلام في الفنتريكل، التقسيمه واحده لان ربنا بيحط ثوابت لينا. لو اكتوبك فوكس واحده في الفنتريكل طبعا بريماتيور فنتريكولر كونتراكشن الاشهر، او اكتر من واحده فنتريكولر فايبريليشن. عشان كده كتبت لك عندما ينتهي الاي ار بي تعود لنقطه البدايه فتتجدد فيزداد عددها. طب تعالى دلوقتي نعمل جدول المقارنه في الاكتوبيك بيتس ما بين بريماتيور اتريال كونتراكشن وبريماتيور نودال وبريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. طبعا اول نوعين اتريال ونودل ده في الاتريوم، والبريماتور فنتريكولار فنتريكل عادي. البدايه اوريجين المصدر، البريماتور اتريال ممكن يبقى في الوول بتاع الاتريوم. طب البريماتور نودل ما عنديش غير ايه في نود. طب فنتريكولار، بص بقى الاكسترا سيستول او الضربه الزياده قد تبدا في الوول او في الهيس بيركنجي، الهيس اللي هو الايفي باندل مع البيركنجي فايب، يا ده يا ده، بس الكومن اكتر هنا في الفنتريكولر وول. يبقى دي البدايه الاوريجين. طب المقارنه الثانيه الاي سي جي، بص بقى لو انت الضربه الزياده بدات في الاتريوم يبقى الاتريال دي بولاريزيشن عندك شكلها اتغير. رمز الاتريال دي بولاريزيشن هو البي ويف. عشان كده بص عملت ايه بالعرض، قلت لك اب نورمال بي ويف لو كلامك على البريماتيور اتريال او البريماتيور نودل. عشان كده المراجع لما يجي يتكلم في الحته دي يقول لك البي ويف اب نورمال ازاي، قد تكون نوتشد، يعني البي اللي هي نص موجه فيها حفر، او سلرد شكلها متغير حاجه غير طبيعيه، يبقى ده ابنورمال بي ويف. ونفس الكلام في البريماتيور نودل، ده العادي جدا في الاثنين. انا هخلص الاثنين دول مع بعض وارجع لك للبريماتيور فنتريكولر. اخبار البي ار انترفال ايه؟ بص جت ضربه قبل ميعادها، ما دام الضربه دي قبل ميعادها يبقى البي ويف قبل ميعادها، يبقى اذا البي ار انترفال مدتها هتقصر. تخيل واحد جالك ضيف قبل ميعاده ما خدتش وقت كافي للتحضير، وده اللي حصل، فنقل الكهرباء من الاتريا الى الفنتريكل سيكون اسرع فالمده اقل. نفس الكلام
في البريماتيور نودل، يا اما الانترفال اقصر او مش موجوده. في قاعده عايز اعلمها لك النهارده في الاريزمي. اذا كانت المشكله في الاتريوم اكتوبيك فوكس في الاتريوم، المشكله في البي ويف والانترفال بي ار انترفال. طب اخبار كيو ار اس تي طبيعيه. طب ليه يا دكتور؟ لان الاي في نود هينقل الكهرباء في السكه العاديه بتاعتها، يعني عشان الفنتريكل اي سي جي ويفز تتغير يبقى لابد ان انت مشيت في الوول من البدايه وما اتحركتش في الاي في باندل والبركنجي. طالما انت ماشي في سكتك الطبيعيه يبقى الدي بولاريزيشن بتاعك عادي والري بولاريزيشن بتاعك عادي. ايه اللي اتغير؟ عشان كده الكيو ار اس كومبلكس از نورمال، طبيعي جدا، والتي ويف از نورمال. وهنا بقى نقول كومبنساتوري بوز. يعني ايه الكلمه دي؟ تخيل لو الكهرباء بدات في جزء في الاتريوم قبل ميعاده، هل يا ترى احنا محتاجين نعوض، يعني نملى كتير او نخلي الاتريوم يزود الفيلنج بتاعه؟ تقول لي لا، الكلام ده هنحتاجه مع الفنتريكل اكتر. ليه؟ لان لو جت في الفنتريكل امبلس قبل ميعادها انت بتزود وقت الكونتراكشن وبتاثر من وقت الفيلنج. لازم السايكل اللي بعدها تزود وقت الفيلنج، تمام، عشان الفنتريكل يقدر يعمل كونتراكشن قويه فيما بعد. ده اسمه كومبنساتوري. وكلمه كومبنساتوري المقصود بيها هو التعويض، يعني انا عاوز اعوض، عاوز اعوض دلوقتي، عاوز اعوض، ده اسمه كومبنساتوري بوز. هنا انا مش محتاج ان انا اعوض لان الاتريوم مش مضخه اساسيه زيها زي الفنتريكل. طب انا اعوض بايه؟ فالكومبنساتوري بوز از ان كومن. وعايزك تخلي بالك من حاجه، في الاتريوم الاندوكارديوم بدا اولا في دي بولاريزيشن والري بولاريزيشن. طيب الاكسس شكله اتغير؟ لا، ده نورمال جدا. عشان الاكسس يتغير يبقى رايت او ليفت ديفيشن لازم تبقى المشكله في الفنتركل، يا اكتوبيك فوكس يا باندل برانش بلوك. والكلام ده قلناه الفيديو اللي فات. طب تعالى بقى دلوقتي نتكلم على بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن او فنتريكولار اكسترا سيستول. جت ضربه قبل ميعادها. الكيو ار اس اللي هو فنتريكولار دي بولاريزيشن جه قبل ميعاده. على فكره لما بيجي قبل ميعاده بيبقى شكله بيتغير في حاجتين، في الكونفيجوريشن اللي هو الشكل بيبقى بيزار او ابنورمال شيب، ما يبقاش الكيو ار اس الملمومه. يعني ايه؟ يعني كيو نازله لتحت مربع واحد صغير، والار وبعد كده الاس جنبها مربعين ثلاثه لتحت، والمسافه بين كيو والاس قليله. لا، ده انت تلاقي المسافه بين كيو والاس طولت قوي والشكل بقى غريب معرج معاك. ايه ده؟ ايه كيو ار اس دي؟ طب سؤال، ليه الكيو والاس المسافه ما بينهم الديوريشن طولت؟ لان الكهرباء بتاعت الاكسترا سيستول بدات في الوول اللي الكوندكشن اساسا عنده بطيء، فروم سيل تو سيل. انا بدات في الوول وبالتالي يبقى الديوريشن هتطول. عشان كده جيت قلت لك في كيو ار اس كومبلكس هاي فولتج ووايد برولونجد او بيزار. ده مهم قوي، بيزار شيب. على فكره الكهرباء بتاعه الاكسترا سيستول هتترجم عنها كونتراكشن ضعيفه،
هتقول لي ليه كونتراكشن ضعيف؟ دكتور دي جت ضربه قبل ميعادها. عارف دي معناها ايه؟ ان انت مش مخزن لها كالسيوم كفايه، وبالتالي الكونتراكشن ضعيف. طيب الضربه اللي هتتسجل بعد الاكسترا سيستول هتكون ضربه قويه. ليه؟ لان الضربه اللي هتيجي قبل ميعادها قللت من وقت الفيلنج، فلازم السايكل اللي بعدها اطول وقت الفيلنج، وعشان اطول وقت الفيلنج هسحب الكالسيوم وارجعه للمخزون للسيسترنا في الساركوبلازميك ريتيكولم، رجعه. طب الله، طب انا بسحب الكالسيوم وبرجعه، ده معناه ان انا زودت الاستورج. ارجع افتكر، طب ما هو الاستورج ده معتمد على الكالسيوم اللي جاي من الاكسترا سيلولار فلويد، هيدخل الكالسيوم من بره التريجر يلاقي كالسيوم كتير متخزن، فيبقى كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز هيزيد، فقوه الكونتراكشن تزيد، فالضربه التاليه للاكسترا سيستول ستكون اقوى. وعرفنا يعني كومبنساتوري بوز. طب قلت كومبنساتوري انا بعوض، طب يا دكتور ليه سموها بوز؟ بوز ده معناه ما سجلتش ويف، خط مستقيم. هقول لك ليه. لما جت الضربه قبل ميعادها هي لغت البي ويف اولا اللي قبلها والبي ويف اللي بعدها. تقول لي مش فاهم، البي ويف اللي قبلها اتلغت ليه؟ نقول الطبيعي اللي قلناه الفيديو اللي فات، اتريال ريبولاريزيشن ده ليه ماسكد ما سجلتوش؟ لانه جه في نفس وقت تسجيل الفنتريكولر دي بولاريزيشن، فغطى عليه. ما ينفعش اسجل اتنين مع بعض، بسجل الاقوى. نفس الكلام، تخيل الكيو ار اس جه قبل ميعاده، جه في نفس وقت البي، مين اقوى؟ تقول لي كيو ار اس ده متسجل من الفنتركل اللي هو ماسل ماس اقوى، فغطى على البي ويف، فالبي ويف اللي قبلها شوف تختفي. عشان كده لما جيت في خانه البي ويف قلت لك تختفي بيفور، البي ويف اللي قبلها قبل الاكسترا سيستول مش باينه، غطينا عليه. والمراجع قالت طب ما في تفسير تاني، ايه هي؟ ان الاكسترا سيستول عايز يطلع الامبلس بالعكس الى الاتريوم، وده منعناه بالاي في رينج، منعنا الريترو جريد كوندكشن. طيب البي ويف اللي بعدها اختفت ليه؟ ده سؤال مهم، لان انا دلوقتي كاكسترا سيستول كيو ار اس بقى ليا اكشن بوتنشال جديد، فالاكشن بوتنشال مصاحب لي ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، يعني الاي ار بي بتاع الاكسترا سيستول منع تسجيل البي ويف الطبيعيه اللي المفروض جايه في ميعادها. لا لا، انت في فتره عدم الاستجابه المطلقه للبيس ميكر الجديد. عشان كده اختفاء او عدم تسجيل البي ويف بعد الاكسترا سيستول بيدخلني في بوز، تلاقي كيو ار اس البيزار وخط طويل قوي، ده مهم. هي يعني طبعا تي وبعد كده خط طويل، فطبعا طالب الشاطر يقول انا فهمت الخط الطويل ايه والبي مش متسجله لغايه الكيو. الله، يعني انت عايز تقول طولت الانترفال بعد نهايه الالكتريك سيستول، يعني انت طولت الدايستول، وده مهم جدا. طب تعالى للتي ويف. التي ويف في الفنتريكولر اكسترا سيستول از انفرتد، اتقلبت. طب ليه اتقلبت؟ تعالى افكرك بالفيديو اللي فات. النورمال تي ويف في نفس اتجاه الار، على الرغم ان هم مختلفين، قلت لك اختلفوا في حاجتين، تشارجز والدايركشن، اختلاف في حاجتين. طب تعالى هنا، الاختلاف في حاجه واحده، تشارجز بس. طب ليه؟ الاكسترا سيستول اسوشيتد بايه؟ بالاسكيميا، يعني الايبيكارديوم
سيعاني من نقص كمية الدم. هتقولي طب ما الاندوكارديوم كان بيتقفل عليه أثناء السيستول ويعاني من إسكيميا. بس هرد عليك، مؤقتا. الاندوكارديوم يعاني مؤقتا من إسكيميا ثم يعود الفلو مرة تانية، لكن الإبيكارديوم ده باثولوجيكال، مرضيا هيعاني لفترة طويلة. علشان كده الاندوكارديوم هيسبق الإبيكارديوم في الري بولاريزيشن، ويسبقه كمان في الدي بولاريزيشن، فالاتجاه من جوه لبره سواء دي أو ري بولاريزيشن، الاختلاف في حاجة واحدة فيبان الفرق. فالتي ويف از انفيرتد، وده مهم. طب تعالى للاكسس، هفكرك. لو الاكسترا سيستول مثلا بدا في الوول اوف ذا ليفت فنتركل، هل يا ترى هنا في فولتج بالانس؟ يعني فولتج بالانس، الطبيعي الاي في باندل بتوصل الكهرباء للتو فنتركلز في نفس الوقت، فبينهم تعادل كهربي، مفيش حد واخد الأبر هاند أو اليد العليا عن التاني، لا. لكن لما الإكسترا سيستول تبدأ في الوول أوف ذا ليفت فنتركل، يبقى دي بولارايز دي أولا الليفت فنتركل، والوول أوف رايت فنتركل دي بولارايز ثانيا، يبقى الاتجاه من الليفت إلى الرايت. سؤالي، هل ده طبيعي؟ تقول لي لا، يبقى الاكسس انحرف ناحية اليمين، رايت اكسس ديفييشن. كلام ده في غاية الخطورة، رايت اكسس ديفييشن. طب العكس، لو الاكسترا سيستول بدأ من الرايت، يبقى الاكسس ينحرف إلى الليفت، upward and to the left. خدها قاعدة النهاردة، إذا وجد الإكسترا سيستول في مكان، الأكسس يبقى في الاتجاه الآخر. طيب دي البداية بتاعتي اللي احنا عايزين نعرفها، وادي البلس في البريماتيور ويك، لكن ما بعده بوست إكسترا سيستول سترونج. وطبعا قلنا السبب، اكتوبك تاكي كارديا. تعالى بقى نتكلم على زيادة في العدد، نشاط الإكتوبيك فوكس أصبح أقوى. كل اللي هنتكلم عليه دلوقتي خلي بالك هو الباروكزيزمال إيتريال أو النودل باروكزيزمال فينتريكولر، التلاتة دول هنتكلم عليهم الأول. طبعا أي نوع إكتوبيك فوكس بيعمل لي الأنواع اللي باينة قدامكم، زائد صدمة كهربية تعمل الـ VF والإسكيميا. طيب characterized by الهارت ريت، الفروقات على فكرة مش كبيرة في الأنواع دي، يعني أقولك من 140 ل 220، لا 150-220، 150-250، الفروقات قريبة ما بين الباروكزيزمال. ولكن الحاجات الصغيرة اللي تفرق، باروكزيزمال إتريال دايما تحدث في الشاب السليم، واحد عادي جدا جات له باروكزيزمال تاكيكارديا. الباروكزيزمال نودل صعب أفرقها عن الباروكزيزمال إتريال، صعب قوي. الباروكزيزمال فينتريكولر عايز أقول لك ممكن تلاقي دقات طبيعية ما بين اكتوبك واكتوبك، يعني حاجات طبيعية. طب تعال نبص على الاي سي جي في الانواع دي. طبعا طالما قلت باروكزيزمال اتريال وهنا النودل في الاتريام، يبقى البي اب نورمال بالقاعدة بتاعتنا. وطبعا في الفينتريكولر تختفي البي، وقلنا ليه. الكيو ار اس لو المشكلة في الاتريام يقولك طبيعي هو والتي، لانه هيمشي في الاي في باندل هيس بيركينجي سيستم بتاعته. تمام، تعال نتكلم على الباروكزيزمال فينتريكولر. كيو ار اس شكلها بقى غريب، سليرد، فيها حفرة نوتش، والمسافة وسعت بين كيو والاس
لان الكوندكشن بطيء فروم سيل تو سيل، والتي هتتقلب وتبقى اوبوزيت. يعني الباروكسيزمال فينتريكولار قريبه من البري ماتيور فينتريكولار كونتراكشن، قريبه على فكره منها. وعايز اقول لك حاجه مهمه دلوقتي، بريماتيور فينتريكولار جات لكل واحد فينا. حسيت بضربه قلب زياده وانت قاعد ديورينج ريست، ما بتكلمش اثناء الجري وانا قاعد عادي، ايه ده؟ حسيت كان روحي بتتشفط مني، حتى الناس يقولوها بالبلدي قلبي بيرفرف. طب ليه؟ نتيجه ستريس، قلق. الناس اللي بتشرب سجاير كتير، تشرب قهوه كتير، منبهات دي قد تؤدي الى بريماتيور فينتريكولار كونتراكشن. طيب باروكسيزمال، لا ده الموضوع متكرر معاك. طب اسال سؤال، مين اخطر؟ تيجي لك الفترات دي او النوبات في الاتريوم، اكتوبك في الاتريوم، ولا في الفنتريكل؟ طبعا في الفنتريكل اخطر، لان لو زاد عدد الاكتوبك فوكس، كل اكتوبك في جزء من الجدار بيخلي الجدار ده يعمل كونتراكشن. يعني كل ما يزداد العدد هينقسم الوول بتاع الفنتريكل الى وحدات منفصله. في الطبيعي الفنتريكل كونتراكت از وان يونت، سينسيتيوم واحد، ده في الطبيعي فينا كلنا، ولكن هنا هينقسم القلب الى ديفرنت سينسيتيوم، فيحصل رعشه في الجدار يؤدي الى فينتريكولار فايبريليشن. عشان كده قلت لك الحاله دي فيري سيريس، خطيره جدا. طيب الاتريوم ليه مش خطيره؟ افتكر كلامي، 80% من الدم اللي نازل للفنتريكل بسبب بريشر ديفرنس بين اتريا وفنتريكل، نازل زي الشلال لوحده. دور الاتريال ماسل فايبرز في الكونتراكشن لا تتخطى 20%، لا مش اكتر من كده. عشان كده لو الاتريال حصل له فايبريليشن او رعشه، ما تخافش مش هيحصل لك حاجه، الحاله ليست خطيره. طب نيجي للعلاج. لو انا عندي المشكله في الاتريوم، باروكسيزمال اتريال او نودل، اعمل ايه؟ قال لك تزود الفيجال تون. ليه؟ تعال نفكر، انت بتقول 140 ل 220 او 150 ل 220 بيت بير مينت، العدد الزياده ده مش مصدره اس اي نود؟ هتقول لي ايوه. طب ما هو الاس اي نود ده احنا عايزين نقلل من خطورته. طيب ده لو تاكي كارديا، ساينس تاكي. طب يا دكتور ال 150 او 140 باروكسيزمال، انت بتقول لي ان المصدر اكتوبك فوكس. طب ما هي نفس الفكره، اكتوبك في الاتريوم، يبقى احنا هنوقف الاكتوبك بالفيجال تون زي ما كنا بنوقف الاس اي نود في العادي. تقول لي انا معاك، بس هنعملها ازاي؟ قالوا في كذا طريقه. في طريقه اسمها كاروتيد مساج، عارف عند الكاروتيد ارتري في الرقبه، اعمل له مساج. لما تعمل له مساج او تدليك هيطلع افرنت من الكاروتيد الى المظله، فهتشغل الفيجال نيوكليوس لان ده الاوريجن بتاعه، وينزل فيجاس يروح للإكتوبيك فوكس اللي جوه الاتريوم يقلل من شغله. أو أدلك عينيك، يقول لك إيه؟ يقول لك لما تقول العين غمض عينيه وأنت تحط إيدك على عينيه، أوكيولو مساج أو أوكيولر للعين، أنت هتطلع أفرنت من الأي إلى المظلة، نفس الفكرة، ويخرج من المظلة فيجاس. يعني إحنا بنتلكك ان يا فيجاس تشتغل، عايزينك تشتغل، يا اما مساج للعين. ما هو كده كده في افرنت رايح للمظله. هتقول لي ليه؟ لان المظله دي او البرين ستيم عامه في الكرينيال نيوكلياي، يعني الاكسترا اوكيولار ماسلز او كرينيال نيرف 3 و4 و6، 3 ده موجود في الميد برين للاوكيولوموتور، وعندك طبعا بقيه الكرينيال نيوكلياي. الله، طب ما هو الميد برين اذا اشتغل ما هيشغل
المظله اللي في تحت اللي هيخرج منها الفيجاس نيرف. فهي دي الفكره. والفيجاس يعمل ايه في الاكتوبيك؟ يبعد وصوله عن الفايرنج ليفل العادي. فدي طريقه او في طريقه اسمها فالزلفا مانوفر، انك تعمل فورسد اكسبيريشن اجينست اكلوزد جلوتس، تخرج الهواء بقوه وتكتم نفسك كانك تقفل لسان المزمار ده، فبرضه بتبعت افرنت اشاره للمظله يخرج منها فيجاس، يقلل شغل الاكتوبيك وهكذا. اما لو باروكسيزمال فينتريكولار تاكي كارديا ما ينفعش اشغل الفيجاس. طب ليه يا دكتور؟ حاله خطيره، انا عايز جهاز الكارديو فيرجن، فاكر جهاز الصدمه الكهربيه، هحطه على المكان اللي ظهر فيه الاكتوبيك وفي وقت ظهوره عشان الغيه، اللي هو ال 2000 ل 3000 فولت في فيو ملي سكندز، كلام اللي احنا قلناه قبل كده. وفي حاجه تانية، الفيجاس لا يصل الى الفنتريكل، يعني انا لو عندي اكتوبيك فوكس في الفنتريكل انا عايز صدمه كهربائيه مباشره. هتقولي طب ما هو الفيجاس بيقلل شغل الاس اي نود او الاكتوبيك فبالتالي هيقلل شغل الفنتريكل، بس اقول لك لا، المشكله الاساسيه في الفنتريكل. الاكتوبيك فين؟ فنتريكل، يبقى الغيه بشكل مباشر، بالاضافه ان الحاله دي سيريس مش هنستنى، ده ممكن ندخل في فنتريكولار فايبريليشن. طب نكمل بقيه الجدول. فلتر، اتريال فلتر ده سببها اكتوبيك فوكس واحده في الاتريوم. الريت 250 ل 350، بص بقى ملاحظ، لا الريت ابتدى يعلى شويه. فنتريكولار ريت، انا عايز اتامل في الارقام. انا عندي اكتوبيك فوكس في الاتريوم طلعت مثلا 350 ضربه، اللي وصل للفنتريكل كام؟ 125 الى 175، ده تقريبا 180. ده ماشي يا جماعه مع اللي قلته قبل كده، ان الاي في نود ما بيمررش اكتر من 180 بيت بير مينت، مش اكتر من كده، والباقي مش هيمر، هيحصل له ديلايد كوندكشن او ديكي، ديكي هيقف، داي اوت، امبلس ما بتكملش. خلي بالك مش كل الكهرباء اللي خارجه من الاكتوبيك فوكس على نفس درجه القوه، في شويه واصلين للفايرنج ليفل وشويه سب ثريشولد، مش كلنا نفس الدرجه، وبالتالي مش كلنا هنكمل بروباجيتد، وحتى لو كملنا مش كلنا هنعدي. بص ربنا مديلك كام شرط للحمايه، انت اقصى عدد هيعدي 180 بيت بير مينت. سؤال الطلبه دلوقتي، طيب ليه ربنا ما خلاش ال 90 بيت هما اللي يعدوا؟ ما ينفعش 90 بيت ده لو انت طبيعي والاس اي نود شغاله عادي، لكن ليه 180؟ دي اعلى حاجه في الطبيعي، يعني الهارت ريت بتاعك 60 ضربه، ده حد ادنى، يصل الى 180 بحد اقصى يزيد 3 اضعاف. عشان كده الاي في نود قال لنا انا هعمل فيكم جميل كويس قوي، ده انا هخلي الريت بتاع الفنتريكل يضرب كانك فيسيولوجيكال اكسرسايز، يعني اعلى حاجه في العادي. طبعا ده مش جميل قوي، تاكي كارديا برضو ليها اخطارها وبيقلل التايم اوف فيلينج، ده مشكله، بس الفكر قال لك على الاقل تبقى فيك حته من الطبيعي. طب تعال نبص بقى على الريزم الايقاع. في فيديو العملي في القناه هنا انا قلت معلومات مهمه جدا، قلت لك ان الايقاع قد يكون منتظم وقد يكون غير منتظم. الايقاع المنتظم اللي هو العادي، بص بقى، قد اكون انا الايقاع غير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟
في الطبيعي انت بتحسها دقه ورا دقه ورا دقه بالمنظر ده كده. بص اهي، دقه بعد كده دقه بعد كده دقه. الايقاع الغير منتظم بيبقى كده، دقتين دقه دقتين دقه. هو ايقاع غير منتظم بس ليه شكل، خلل بس ليه شكل. ده موجود في الاتريال فلتر، ودي بنسميها ريجولار irregularity. يعني ايه؟ يعني لخبطه غير منتظمه ولكن ليها شكل. طيب بص بقى على الاي سي جي، البي ويف بتاعته من كل اتنين بي ويف، كل اتنين امبلس في الاتريوم يعدي واحده، او من كل ثلاثه يعدي واحده. انا ليها شكل، يعني تلاقي الرسمه ايه، بي وراها بي بعدها واحده كيو ار اس. ايه ده؟ ده مش طبيعي. ده مفروض ان البي وراه كيو ار اس تي ثم سايكل تانية. لا، ده شكل غير منتظم بس النهج ده مكملين عليه، او تلاتة بي ورا بعض وراهم واحدة كيو ار اس. ماشي، تعال نقول كيو ار اس والتي نورمال، لان كده كده الكهرباء هتعدي في الاي في باندل والبركينجي سيستم. الكونتراكشن سينكرونس، سينكرونس معناها في تناسق شويه، سينكروني يعني ايه؟ اكتوبيك فوكس عامل كونتراكشن، والكونتراكشن شكله غريب عن العادي بس ليه نظام برضو الى حد ما. تعالى نتكلم على الاتريال فايب ريليشن. من اسمها انت توقعت ايه؟ ان انا عندي اكتر من اكتوبيك فوكس. ايه اللي يخلي الاتريوم يترعش؟ ان انا عندي كونتراكشنز زياده جدا. اتريال ريت بص معايا 350 الى 500، يعني البيتس بتاعه الاتريوم زادت قوي. نهايه الاتريال فلتر هو بدايه الاتريال فايبريليش الى 500، عدى للفنتريكل 100 ل 150. بص بقى الرزم الريجولار irregularity، حتى انا كبرت الاي قوي عشان ما تنساش، ده لخبطه غير منتظمه. ما تقوليش ان في شكل كمان ليها نقدر نمشي وراه. بمعنى دقتين بقى كده، مره دقه، ثلاثه، ثلاث دقات ورا بعض بعد كده دقه، اربع دقات ورا بعض بعد كده دقه. ايه ده؟ دي لخبطه تامه، وده شيء طبيعي لان في فايبريليشن. البي ويف ستختفي. يعني ايه؟ البي ويف اللي نص دايره مش هلاقيها، ده من كتر ما في امبلس موجوده هلاقي البي عامله زي اسنان المنشار، مثلثات مثلثات جنب بعض. ده هنسميها اف، رمز الاول حرف من كلمه فايب ريليشن. خلي بالك تسميه ليها معنى. طب الكيو ار اس كومبلكس طبيعيه، نفس الفكره، هي والتي احنا ماشيين في سكتنا العاديه في الفنتركل، مشكله كانت في الاتريوم. بص بقى على الكونتراكشن، الكونتراكشن اسينكرونس. كلمه سينكروني معناها تناسق. يعني ايه تناسق؟ مجموعه فايبرز كونتراكتنج تمام، ومجموعه تانية كونتراكتنج، في نظام في الكونتراكشن. هنا لا، تلاقي مجموعه كونتراكتنج جامد، كونتراكتنج اقل، مجموعه فوق، مجموعه في النص، مجموعه تحت. ايه ده؟ فقال لك الامبلس هتتحرك بطريقه عشوائيه. فاكر في البدايه لما قلت لك ري انتري؟ تقول لي قلت لك الامبلس عندها مطلق الحريه، ترجع للمكان اللي هي ثابته، او تنزل لتحت للايفينوت، او تطلع لفوق، او بالعرض. فهنلاقي كل ما يزيد عدد الاكتوبيك فوكس في الول ستزداد الحركة العشوائية، كأنك جايب دودة أز حاططها في شنطة بلاستيك كيس. دودة دي بتتحرك irregular فسميناها bag of worm. تخيل كأن شنطة مليانة ديدان. ده وصف على فكرة، أي فايبريليشن مع الوصف ده
سواء اتريال او فينتريكولر، اي فايبريليشن تلاقي الباج اوفر. طبعا الاتريال فايبريليشن نوت سيريس بالمقارنه بالفنتريكل فايبريليشن، وده شيء طبيعي. فنتريكل هو المضخه الرئيسيه، فلما ترعش مفيش كونتراكشن، مفيش ايجكشن، البرين مش هيوصل له حاجه، هتموت. دي خطيره جدا. طبعا التريتمنت نفس فكره الباروكسيزمال اتريال والنودل، طالما الفوكس في الاتريوم لازم نزود الفيجل تون باكتر من طريقه. مش مستاهله تعمل كارديو فيرجن، الحاله مش خطيره. ولكن بص على الفايبريليشن، الفنتريكولار فايبريليشن لا مستاهله كارديو فيرجن. في الفنتريكولار فايبريليشن خلي بالك انها بتتميز بالفارنبل بيريود. فاكر الفارنبل؟ الفتره المحتمل ان انت تتهاجم بالاكتوبيك فوكس. هتقول لي يعني ايه؟ النص التاني نزله التي ويف، سام فايبرز ار دي بولارايزد وفايبرز تانيه ار ري بولارايزد، فده ماده خصبه للري انتري. خلي بالك الكلام ده مهم جدا. وفي الفتره دي انت يحصل لك فينتريكولار فايبريليشن، ده مهم قوي. شكل الكيو ار اس طبعا بتبقى بيزار، ده مش كيو ار اس والتي والبي، رسم القلب كله تحس ان انت ايه، ايه الشكل الغريب ده، شكل غريب، تحس ان الاي سي جي كان واحد رسمها برجله. ايه ده، فين البي، فين الكيو ار اس، فين التي، شخبطه شخبطه في كل الاي سي جي. ده معناها فينتريكولار فايبريليشن. وطبعا كونتراكشن قلنا اسينكرونس باجو فورم، حاله خطيره جدا. طيب نيجي نكمل بقى كلامنا. ديستربنس ان امبلس كوندكشن، وده الجزء ما قبل الاخير. المشكله في الامبلس عندي ان انا ممكن يبقى العيب في الاس اي نود. اقول لك اس اي بلوك سيك ساينس سندروم، وعايز اقول حاجه على السيك ساينس ده. فاكر لما قلنا الاكتوبيك فوكس هنلغيها بال2000 لل3000 فولت؟ تقول لي ايوه، ما انا لما هلغيها في الحاله دي مفيش اكتوبيك، وما زال الاس اي نود في مرحله الريكفري النقاهه، كانه مريض لسه ما رجعش لكامل نشاطه. عشان كده بقول سيك ساينس سندروم. طبعا الاس اي بلوك دي حاله نادره، حاله كونجينيتال خلقيه، ان انا اتولدت بالاس اي نود مش قادره تطلع امبلس، او بتطلعه وما بيعديش. تمام. وولف باركنسون وايت سندروم، السبب الرئيسي فيه ان انت عندك اكسسوري باندل، حزمه اضافيه موجوده في الاتريوم تسرع النقل. بعتبر الاكسسوري باندل ده كانه شارع جانبي مختصر. اوف كنت، اكتشفها واحد انجليزي اسمه كنت، الامبلس بتمشي في الاكسسوري باندل اوف كنت ده توديك على طول للايفي نود. معقوله من غير ما نعدي على اس اي نوت خالص، وده بيقلل الديلي. خلي بالك ان الولف باركنسون وايت ليه انواع، انتر ذا هيس باندل وهو باي باس الايفي نوت. كلمه باي باس يعني انا ادخل على طول على الايفي باندل وما بعديش على اللي قبله على الايفي نوت. طيب بص على البي ويف، ليها طبيعيه بس البي ار انترفال قصيره، وده شيء منطقي جدا لان في سرعه في النقل. وكيو ار اس هلاقيها سليمه، والاقي ان في فتره بين البي والجي قصيره. على فكره الجي هو نهايه الاس ويف، هو الجي بوينت. طبعا في نوع تاني ان ممكن يبقى انسيرتد في الفنتريكولر مايوكارديوم، جوه بقى الفنتريكولر مايوكارديوم. طبعا البي ويف قصيره
برضو البي ار انترفال، البي ويف نورمال اسف، والبي ار انترفال قصيره، هيطول كيو ار اس، والبي جي سيجمنت هتبقى سليمه. طبعا الاجزاء دي او انواع الولف باركنسون وايت مش على مستوى طلبه اندر جراديويت لان شرحها يطول. طب نيجي نتكلم بقى على اي في بلوك. خلي بالك مشكله النقل يا اما بيبقى نقل سريع قوي يا اما نقل بطيء قوي. الاي في بلوك ليها ثلاث درجات زي ما انتوا شايفين معايا، بس في البدايه عايز اقول لك اي في بلوك كوزس، ما هو سبب الاي في بلوك. الاي في بلوك يحصل لو في اسكيميا. ايه اللي يخلي الاي في نود مش قادر ينقل امبلس؟ اسكيميا وانفلاميشن في الاي في نود. في حاجه غلط في الاي في نود، وصل لها بلاد فلو قليل. ما هو البلاد فلو لاي مكان يساعده على شغله، ما هو الاي في نود عشان ينقل كهرباء عايز فلو، يبقى اسكيميا او انفلاميشن. عشان كده جيت عملتها بحرف الاي، بص اهي، ونكبرها عشان الناس تاخد بالها من الحكايه دي، اسكيميا انفلاميشن. او قد يكون المشكله في الاي في بندل. طبعا الاي في نود سليمه، بس البندل اللي يكمل الكوندكشن فيه مشكله. لاحظ معايا، قد يكون الاي في بندل زي الاي في نود عنده نفس مشاكله، اسكيميا انفلاميشن، او عنده مشكله سكار. سكار يعني ايه؟ حصل علامه او جرح نتيجه مثلا عمليه جراحيه، الجراح غلط، لخبط في الاي في بندل، خبطها بالمشرط، اي حاجه، ده اسمه سكار، ساب علامه، او سيرجري جراحه. عشان كده اقول لك 2 اي 2 اس، ده اللي عمل الاي في بلوك، اسكيميا انفلاميشن وسكار وسيرجري. تعالى بقى نيجي للثلاث درجات بتوعنا. خلي بالك الثلاث درجات عشان اقولهم لك، تخيل طالب جه الكليه متاخر. الطالب ده ليه وقت يجي فيه، طبعا جه متاخر عن ميعاده. قلت له ليه جيت متاخر؟ قال الطريق زحمه. بس انا يا دكتور جيت، بس انا وصلت. دي الدرجه الاولى، الفيرست ديجري. الامبلس نزلت من الاتريا الى الفنتركل متاخره عن وقتها، لان في بلوك من الدرجه الاولى. عشان كده البي ار انترفال هتطول. النورمال بي ار انترفال من 0.12 الى 0.20، ده المده بتاعته. لا، المده تطول. طب السكند ديجري من كل 2 اتريال امبلس عدت واحده، او من كل 3 عدت واحده. خلي بالك الريشيو لما اقول 2 to 1، الرقم اللي على الشمال ده بيعبر عن اتريال بيتس، واللي على اليمين فنتريكولار بيتس. 2 to 1 او 3 to 1، الكلام ده لازم تخلي بالك منه كويس، اسمه سكند ديجري. طالب الشاطر يقول لي انا ملاحظ ان السكند ديجري ده بالظبط زي اتريال فلاتر. طب هنفرقهم عن بعض ازاي؟ وده سؤال طلبة. هقول لك ازاي. انت في الاتريال فلاتر عندك ايه؟ هتقول لي انا عندي البيتس بتكون عالية، الاتريال بيت والفنتريكولار بيت. هقول لك ماشي، بس خلي بالك انت في السكند ديجري بلوك عندك نورمال كيو ار اس وعندك نورمال تي. هتقول لي ماشي، طب ما هو التاني برضو عنده نورمال كيو ار اس وعنده نورمال تي، ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق الانترفال. البي ار انترفال هتتاثر، ده مهم قوي، هتطول. فانت هتقيس المسافه الديوريشن ما بين اول البي الى الار، هتلاقي ان الديوريشن دي هتطول اكتر في السكند ديجري اي في بلوك. الفروقات بتبقى بسيطه قوي ما بين الحاجات وبعض. طب الثيرد ديجري مفيش حاجه عدت خالص من الاتريا الى الفنتركل،
ده اللي بنسميه كومبليت بلوك. هيفاجئ الفنتريكل ان هو مفيش حاجه جايه له، فالبركينجي فايبرز هتقول انا هشتغل كبيس ميكر الان، خلاص الاس اي نوت فوق في الاتريوم لوحده وانا كبركينجي تحت لوحدي. طب ما هو البركينجي بتشتغل من 25 او 20 ل 30 بيت بير مينيت، فهيضطر الفنتريكل يضرب بهذا العدد القليل، مش واصل له ال 90 بيت بتاع الاس اي نود. عشان كده الفنتريكل يعتمد على نفسه، فنسميها ايديو فنتريكولر ريزم. حتى لو زود العدد بقى 35 40 مش قوي، ما زال عدد قليل. طب في سؤال، البرين يتأثر؟ طبعا البرين اللي كان بيوصل له 90 بيت من الفنتريكل، والفنتريكل يضرب بالعدد ده، فنتريكل بقى بيضرب التلت، فالفلو اللي رايح للبرين هيقل. تفقد وعيك، اللي اكتشف فقدان الوعي loss of consciousness كان اتنين علماء انجليز، واحد اسمه ستوكس واحد اسمه ادم، سميناها ستوكس ادم سيندروم. طبعا الكلام ده اساسي. طيب اسالك سؤال، هو البي ار انترفال ممكن تقصر فيسيولوجيكال؟ تقول لي طبعا سيمباثاتيك، اي حاجه بتسرع النقل تقلل الديوريش، والعكس صحيح، تطول البي ار انترفال بسبب البارا سيمباثاتيك. اخر حاجه عندنا effect of ions on ECG. الصوديوم لو قل اكسترا سيلولر هيتاثر الكيو ار اس امبليتيود، الارتفاع يتاثر، وده مهم قوي لان الامبليتيود معتمد اساسا على الصوديوم. طب تعالى نتكلم بقى عن البوتاسيوم، هايبو وهايبر كاليميا. لو البوتاسيوم ليفل اكسترا سيلولر قل، ده معناه ايه؟ ده معناه ان البوتاسيوم اللي جوه عايز يطلع على الاوتر سيرفيس. طب البوتاسيوم لما يزيد جدا على الاوتر سيرفيس ده معناه ايه؟ ده معناه انت غيرت فيه الفولتج ديفرنس اثناء الريست. ده معناه ان انت اتاخرت في نقل الامبلس من الاتريا الى الفنتريكل. يبقى اذا البي ار كانترفال هتطول معاك، خلي بالك من الكلام ده. ايوه الانترفال هتطول معاك. طب التي ويف، انت قلت انها تبقى لو تي ويف، طيب ليه التي ويف هتبقى قصيره؟ اقول لك حاجه بسيطه، تي ويف ده رمز للفنتريكولار ري بولاريزيشن. طب ما هو الفنتريكل ري بولاريزيشن عشان يتسجل كويس معتمد على فلو. هتقول لي ماشي، بس انت لما تزود البوزيتيف تشارج بره، معنى هذا الكلام ان انت هتأثر على الممبرين ديورينج ريست اللي القلب بيملى فيها، أثرت على الالكتريك دايستول بشكل كبير. وخلي بالك ان انت التي ويف في تسجيلها كري بولاريزيشن معتمدة على البلود فلو. طب هايبركاليميا لو زاد البوتاسيوم ليفل اكسترا سيلولر ايه اللي يحصل؟ تقول لي يبقى البوتاسيوم اللي جوه مش عارف يطلع لبره. طب مش عارف يطلع لبره، يبقى معنى كده احنا اتاخرنا في الري بولاريزيشن. طب هو الري بولاريزيشن ده رمزه تي ويف، هتتاخر التي مش هتتسجل نص دايره زي قبل كده، هتتسجل كانها مثلث طويل، عارف، هتتاخر في بدايه التي ونزلته، فيبقى كانه تراينجل، يبقى تي ويف طول اند بيكد تي، مثلث بقمه طول وبيك، وده اول تغير في الهايبر كاليميا. التغير اللي بعد كده بقى، طب لو البوتاسيوم زاد عن 8 ملي اكويفالنت بير لتر، خلي بالك
النورمال بوتاسيوم ليفل في البلازما من 3.5 الى 5 ملي ايكويفالنت بير لتر، زاد عن 8 ده بص يعمل لك اتريال ستاند ستيل واي في بلوك، ويعمل لك فينتريكولار فايبريليشن في النهايه، يعني الهايبر كاليميا قاتل قد يؤدي لفينتريكولار فايبريليشن. عشان كده الدكتور الشاطر لازم يطلب دايما صورة دم، يقولك انا عايز نسبة البوتاسيوم في الدم كام. لو انت شكيت ان في مشكلة في الهارت في اكتوبيك فوكس، الاي سي جي بين لك الكلام ده. طب انا عايز اشوف بوتاسيوم ليفل كام، حتى كمان بتعرفه من التي ويف. عشان كده بنقول في الفيديو ده والفيديو اللي فات ازاي تبقى دكتور كلينيكال شاطر، ايه الحاجة اللي اشوفها اللي تقدر تقول لي مشكلة فين. يعني انت لو لقيت التي طويل قوي شك في هايبر كاليميا، اطلب بوتاسيوم ليفل في الدم، اسحبه للعيان عينة وهات البوتاسيوم، لقيته عالي اه يبقى اشك العيب في الكيدني، بوتاسيوم زاد في الدم كيدني مش قادرة تتخلص منه، اطلب وظائف كلى. يعني اللي انا عايز اقوله الموضوع متراكم على بعضه جدا. طيب نيجي للكالسيوم. الكالسيوم لو قل ده معناه ايه؟ ان الالكتريك سيستول هيطول. ليه؟ لان السيستول يعتمد ميكانيكال على الكالسيوم. طالما انا بعتمد ميكانيكال على الكالسيوم، طب ما هو برضو الكتريك لازم اعتمد عليه. طب قل الكالسيوم يبقى الكيو تي انترفال هتطول. فاكر الكيو تي انترفال ولا لا؟ كيو ار اس زائد التي ويف اللي هو توتال اكشن بوتنشال ما قبل الميكانيكال سيستول. طب العكس لو زاد الكالسيوم ليفل اكسترا سيلولار، مده الالكتريك سيستول هتقصر. في نهايه هذا الفيديو احنا اتكلمنا بالتفاصيل عن الكلاسيفيكيشن اوف الاريزميا، وعايز ارجعها لكم تاني عشان هنهي الفيديو بالكلاسيفيكيشن ده اللي احنا شرحناه تفصيليا. طبعا ده الكلاسيفيكيشن بتاعنا، اتكلمنا عن disturbed impulse formation اهي sinus واكتوبيك، وطبعا في الاكتوبيك اتكلمنا عن البيتس اتريال وفنتريكولر، وتاكي كارديا برضو اتريال وفنتريكولر بجميع الاحتمالات. اتكلمنا على الديستربد امبلس كوندكشن، يا مفيش يا قصير يا برولونجد والاحتمالات، واتكلمنا عن الافكت اوف الايونز اون الاي سي جي، صوديوم بوتاسيوم كالسيوم. في النهايه كان معاكم دكتور محمد فايز.